يشرفني ويسعدني اني انا بدايتي في مصر. هتحسوا باكسبيرينس مش طبيعيه. هما شخصيتين متنمرين جدا. فيلم سكر ينطلق بنجوم الاطفال والكبار. رغبه ام بي سي ترسم خارطه طريق امنه للطفل. فانا بحب اشطح زي ما انا عايز. يشرفني ويسعدني اني انا اكون قاعده اصور الفيلم بمصر ام الدنيا تاريخ الفن العربي. يعني هذا شيء انا اتشرف فيه الصراحه اني انا اكون موجوده وابلش بدايتي في مصر. ومن مصر احتفلت حلا التركي بالعرض الاول لفيلم سكر مع كل نجومه كبار وصغار وشباب. لا تخافي فقط عدوا معي. وغير حلا العمل ده بيطلق للنجوميه في عالم التمثيل عدد من الاسماء من الجيل الجديد اللي شفناهم قد ايه متحمسين بالبريمير. هو يعني كفيلم it's more enjoyable. هتحسوا باكسبيرينس مش طبيعيه وما اظنش ان احنا حسينا الباكسبيرينس دي بقالنا كتير جدا 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 في المنطقه بتاعتنا عامه. متحمسه جدا جدا وان شاء الله يعجبكم. بعمل دور طارق شاب من الشباب اللي في دار الايتام وهو نفسه يبقى لعيب كوره كبير. هو بيحب السكر اللي معاه في دار الايتام وفي بينهم علاقه لذيذه قوي. يعني انا طفل فقير عايش في ملجا اسمي بطاطا. بيحصل لي مواقف صعبه نوعا ما لحد يستحملها زي مثلا التنمر ان حد يقول لي انت تخين او ما انا رد عليه بحاجه مضحكه يعني. واللي هيتنمروا عليه هم شخصيتي برقوره. كنا اكتر ناس بنرخم عليه ومهما كانوا بيرخموا عليه بس هم من قلبهم كانوا بيحبوه. هم شخصيتين متنمرين جدا وبايخين بس هم طبعا قلبهم ابيض. حذره بذره حذره بذره عدوا من الواحد للعشره. والفيلم ده موجه للعيله وبيحمل رسائل مهمه لتوعيه الطفل العربي. صراحه الغايه من التجربه كاملها هو رغبة ام بي سي اليوم ترسم خارطة طريق آمنة للطفل. يعني محتوى طفل مؤخرا صار مؤدلج وصار فيه أجندة يعني مرعبة عالميا. يعني انت ما تقدرين تمنعين طفل عن مشاهدة محتوى سيء لكن على الأقل ممكن يكون في محتوى بمقياسات عالمية وأخلاقي وجيد وعائلي ويزاحم ويصنع فرق. يعني وبقى معروف ان الفيلم متاخد من الرواية العالمية صاحب الظل الطويل. بس مخرج العمل تامر مهدي كشف لإيتي بالعربي انه ما قراش الرواية. عمري لما باجي داخل اعمل حاجه ماخوذه عن حاجه ما بخش اقراها لان لما بتقريها هي بتحد تفكيرك. فانا بحب اشطح زي ما انا عايز. فيمكن انا في فريق العمل يمكن انا الوحيد اللي ما قريتش الروايه بتاعت دادي لونج ليجز او صاحب الظل الطويل لان انا كنت عايز اشتغل حسب ما السكريبت بيوحي لي. يعني الروايه ما اخذناها كماده توثيقيه يعني نهائي. احنا استندنا عليها كحاضنه يعني استخدمنا الملجا واستخدمنا فكره الصداقه وفكره الرسائل ويعني ما اعتمدنا اعتماد كلي على الرواية العالمية. فقسم كبير من الفيلم هو من خيال هبة مشاري حمادة اللي كمان كتبت فيه حوالي 17 أغنية بالإضافة لاستعراض ورقصات الكتيرة اللي صممه منفذهم هادي عوضة. أول مرة بشتغل فيلم كله رقص كله غنى كله حركات مع أطفال. سهل كتير أنك تعطي لرائس حركة ويطلع يعملها بس لطفل أنك تعطيه حركة مع يغني مع يمثل مع أستاذ تامر يعطيه الكاركتر تبعه it's not easy at all. الفيلم اللي عم تحضريه أنت اليوم هو عم يتحدى أي فيلم انترناشنال برا هالقد في رقص and musical. وغير الحب والرقص والغنى هنشوف كمان كوميديا بس بطريقة جديدة. كون كل أبطال الفيلم بيتكلموا باللغة العربية الفصحى. هي أكثر منطقية من الكوميديا اللي باللغة العامية. يعني هو الضحك في اللغة العربية مختلف شوية بيحتاج لمنطق. دي يمكن أهم حاجة أنا عملتها في حياتي. حلم حياتي من طفولتي إن أنا أعمل ميوزيكال وان هو يبقى للاطفال وغنائي واستعراضي وما يكون ناطق كمان باللغه العربيه. ده شيء صعب جدا وممتع جدا. اهلك في بيت الايتام. لا 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 لا. وفي اليوم ده غابت ماجده زكي عن العرض وكان واضح ان الكل كان مفتقدها واولهم ريهام الشنواني اللي بتلعب دور اختها في الفيلم. هي عندها احساس كده يعني حاسه ان هي اختي مش عايزه تكبرها هي اختي الكبيره وتبقى خايفه عليا وخايفه علينا. انا اتشرفت ان اشتغلت معاها ويا ريت يا رب اشتغل معاها تاني. ماجده راحت بالدور بطريقه كوميديه وحلوه والفصحى اللي عملتها ماجده فصحى ماجده يعني هذا الجميل فيها. يعني على المشبشبه ممثله ممتعه كوميديتها حاضره فريش جدا
لما بتثق في المخرج بتسيب نفسها تماما، ما تعبتنيش ثانية واحدة، بتساعد في كل حاجة، بتحتوي الناس، يعني الفايب بتاعها في الست تحتوي كل الناس. دلعنا، بجبنا رز بلبن وكراميل وتقعد تتكلم معانا وضحك طبعا نون ستوب، تحس ان انت خلاص بطنك بقت توجعك. استاذة ماجدة زكي حبيبة قلبي، اللي الشرف ان اشتغلت معها، she's the legend. ومن نجوم مصر اللي حضروا العرض وباركوا لصناع الفيلم لقاء الخميسي نور النبوي ودياب. ألف 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 مليون مبروك، ويا رب تبقى تجربة وش خير عليكم وعلينا كلنا وعلى الصناعة في مصر والوطن العربي كله إن شاء الله. ولم تترك فتفتاش.